السلام عليكم، ما اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كريمه كاتيا للمواضيع المختلفه. محمد الريفي خرج بواحد الفيديو جديد اللي بغى يبارك فيه العواشر لجميع محبيه والجمهور ديالو بصفه عامه، وكيضرب ليهم واحد الموعد عما قريب. فقبل ما نخليكم مع الفيديو، اللي اول مره معنا في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش يبقى يوصلوا اي جديد. خلي معاك واحد لايك وواحد كومونتير زوين بحالك. نخليكم دابا مع الفيديو. يا مساء الخير، يا مساء الحب، كيف حالكم؟ ليلة القدر مباركة عليكم كاملين، وخرجت معطلة، توحشناكم بزاف. واحد المفاجأة اليوم، الله يكبر بيكم. معايا أمي. السلام عليكم. أمي مبارك عواشركم لينا وليكم المسلمين، وهذا شهر مبارك عند الله سبحانه وتعالى. وأنا فرحانة، جيت فرحانة ملي جا عندي ولدي ودوز معايا العواشر، لا هو ولا خوتو، وليداتنا كاملين. الله يجعل ربي يستر عليهم. راه مرضي الوالدين ومرضي الوالدين، الله يرضي عليه، هو وخوه وخوتو كاملين. نفرشهم برضا ومديرهم برضا. الله يجعل ربي تبارك وتعالى يكمل عليكم. ولدي كتسولوا عليا، الله يفرشكم برضا، الله يكمل علينا وعليكم. وعواشركم بركه مسعوده، والله يهدي امه محمد. حنا كنطلبوا ليه ولا الله يحرمنا من داك المقام السعيد. يا ربي يا ربي ادعوا معايا ليه، الله يحرمني منه ان شاء الله باذن الله. ربي تبارك وتعالى يرسلني داك المقام السعيد. الله يعاونكم وتصبحوا على خير. الله يكبر بكم والله يطول عمركم. والحمد لله، رضا الله من رضا الوالدين، كل شيء مزيان الحمد لله. باقي قلتوا لي البارح جاتني زوينه، الله يحفظكم. الناس في هولندا قريب نجي لعندكم ان شاء الله، بقى ثلاث ايام. فالله يكبر بكم والله يطول عمركم. عيد مبارك سعيد. محمد الريفي يحبكم دائما. باي. ايوا خوتي خواتاتي، كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. كاينين بزاف ديال الناس اللي كانوا كيقولوا ان محمد الريفي اعتزل الفن، ولكن راه كيف ما سمعتوا عنده واحد الحفل في هولندا. تسناوه الجاليه المغربيه المقيمه بهناك، تسناوه. السلام عليكم، على امان تلاقى بكم في فيديو جديد. تحياتي للجميع.